تحية طيبة وبعد لمشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي عبر فيسبوك، معكم عبد الله بعلبكي ومن خلف الكاميرا الزميل محمد الشيخ. مشاهدينا هيدا البث المباشر من منطقة تعنيل، ومنكم مثل ما انكم شايفين عفوا في طابور مؤلف من عشرات السيارات اللي واقفة أمام محطة البنزين اللي تعتبر من أكبر المحطات بالمحافظة البقاعية تحديدا. نحن مثل ما ذكرنا من منطقة تعنيل عم ننقل لكم هيدي الصورة المباشرة. بقية المحطات مثل ما رأينا بأكثر من محافظة لبنانية أخرى أغلقت أبوابها، أما هيدي المحطة ففاتحة أبوابها والسيارات كما ذكرنا واقفين بالطابور ناطرين دورهم ليعبوا البنزين، وكأنه أهل البقاع اليوم عم بيودعوا البنزين لآخر مرة حتى عام 2023. كل ما جاء على ضوء طبعا تراجع سعر البنزين 95 أوكتان، البنزين 98 أوكتان والمازوت 152 ألف. الأسعار صارت بنزين 95 أوكتان 629 ألف، 98 أوكتان 646 ألف، المازوت 700 ألف والغاز 413 ألف. طبعا في عدد كبير من أصحاب المحطات اعترضوا على التسعيرة الجديدة لوزارة الطاقة اللي جاءت بعد ما انخفض الدولار نسبة ل ارتفاع سعر منصة صيرفي على ال 38 ألف. عم ننقل لكم هيدا البث المباشر مثل ما ذكرنا، يعني كأنه كمان في خط سير كامل أمامنا بمنطقة تعنيل مؤلف من عشرات السيارات، أصحاب هودي السيارات ناطرين دورهم ليعبوا بنزين. يعطيك العافية، واقف بالطابور ناطر الدور، برأيك هيدا المشهد رجع انعاد يعني كنا نشوفه من قبل، عندك خوف ما يبقى في بنزين بالمحطة؟ بيرجعوا بجيبوا بنزين. طيب ليه واقف هلا؟ بعبي لأنه السيارة قاطع. واقف السيارة، يعطيك العافية شكرا لإلك. رح ناخذ آراء المواطنين، يعطيك العافية، واقف بالطابور؟ أيوة. طيب ليه جيت؟ لأنه سيارتك واقفة أو لا حسيت في خطأ لازم تعبي لأنه يمكن ما يبقى في بنزين؟ لا عادي، بس هلا أنا ما في بنزين. شفنا محطات خاصة مسكرة بمناطق تانية. هلا جاي من البوارج لهون كله مسكر. من البوارج يعني من مسافة كتير بعيدة. ايه ما في، كله مسكر. كله مسكر، يعطيك العافية. مشاهدينا يعني عم نسمع فعلا في عدد من أصحاب المحطات أغلقوا أبواب محطاتهم بعد التسعيرة الجديدة لوزارة الطاقة. طبعا عم نشوف هيدا المشهد من محطة كبيرة بمنطقة تعنيل. يعني كافة محطات المحروقات أغلقت أبوابها أيضا بمنطقة النبطية في الجنوب اللبناني، ونقلنا لكم بث مباشر من منطقة الجنوب أو من محافظة الجنوب منذ وقت قليل. أما هنا في البقاع فالمعظم أغلق أبوابه، لكن في عدد قليل من المحطات اللي بعدها فاتحة أبوابها. يعطيك العافية، جاي تعبي بنزين صحيح بطبيعة الحال. طيب ليه ندمت؟ ايه معاش ارجع عبي. جيت لانك خايف. 100,000 البت فري، معاش بدي انضرب، وقفنا صرنا ساعة واقفين صرفناهم. بس لأنه ما في محطات فاتحة غير هالمحطة؟ أنا موظف بمطعم أملين ومارق من هان وجيت عبي ومعاش عبي. يعني أنت يوميا بتعبي أو لأنه وصلتك أخبار أنه ممكن البنزين ينقطع؟ لأنه فاضي سيارتي ليك مش أكثر. نعم. ومعاش أمها هي جربتها ومعاش عيدها بصراحة، لأني صلي ساعة واقف مبهدل. مش أول مرة منشوف هيك مشهد، يعني نحن شفنا كثير. بس هلا ما في أزمة، هلا ما في أزمة، بس هلا العالم هيك مش عارف شو قصتهم، يعني مارقين. وكنا عملنا 100 مشكلة يعني مشان نعبي دايما تفرق العملية 200,000 ليرة ما بتحطهم دابا وجع للراس بنادول بتحط. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. يعطيكم العافية. قد ايه المواطنين تقريبا عم بيعبوا المبالغ اللي عم بحطوها؟ كميات كبيره ما بتتخيلها يعني عم بيفولوا تقريبا. طبعا كله عم يفول. هلا رايك عم بيفولوا؟ خايفين هلا خافوا، حسوا انه يمكن المحطات سكرت، نحن فاتحين وعم نعبي وعم نعبي على رخصه نزلنا البضاعه، بس العالم هي بتخاف، هاجمت العالم وبلشوا يعبوا. انتوا على التسعيره الجديده بطبيعه الحال اللي هي 137,000 نزل 95 اوكتان. احنا موجوده تسعيره اليوم صحيح 95 اوكتان 629، 98 646، المازوت 700,000 والغاز 413,000. اذا الغالبيه عم بيفولوا او عم بيعبوا بمبالغ كبيره. كله عم يفول، ما فيش مبلغ بيقول لك فول، قد ما يطلع المبلغ بيدفعوا.
بس لانه العالم كافيه كافيه لكلها والسيارات اللي شايفينها لاخر الشارع. ما بدك قد ما بدك بنضل نعبي للعالم بتسهق وتفل. نعم بس هن بخافوا. تكرم عينك تكرم عينك. تفول؟ لا هي اكيد. هذا جاري كان يعبي ب 200 300000 هلا بده يفول وجاري. بدك تفول هلا خايف؟ في فرق يا اخي. في فرق. في فرق او خايف لانه اصحاب المحطات عم تسكر محطاته باكثر من منطقه بعيد. سعر ولو. نعم شكرا لك. تفضل. يعني اليوم عملوا بلبلة بالسوق وما في شيء، رحنا على كذا مطرح لنعبي غاز، هون ما عبوش، وهونيك بتعنيل ما عبوش، وفي على درزنون كمان معمل كمان ما عبولناش، ونقول لهم بدنا نعبي مازوت ما فيش، يقولوا لنا يعني مثل عم يعملوا بلبلة بس نزل وهميا اليوم، حاجة يضحكوا على العالم ويلعبوا بمشاعر العالم عم بتخاف والدليل هيدا الطابور اللي شايفينه امامنا يعني هي من العالم صايره بدها شيء لتتمسك فيه بدها شيء بس لتتمسك فيه يعني العالم عم تستغل الوقت عم تستغل هذا الوقت انه ما بتعرف على بكره يمكن او بعد بكره ترخص هيدين الاسعار ترجع او بترجع بترتفع هي اللي صاير بالبلد الله يعطيكم الف شكرا عافيه شكرا لك ويعطيك الف عافيه مشاهدينا الكرام اذا فينا نقرب كمان نشوف طبعا في الجانب الاخر من المحطه كمان مليان سيارات يعني اذا ما نعمل هيك احصاء شبه دقيق سنتحدث بطبيعه الحال عن وجود عشرات السيارات امام هذه المحطه الكبرى في منطقه تعنايل بوقت يعني اغلب المحطات الاخرى اغلقت ابوابها منذ وقت قليل كما حدث في اكثر من منطقه وفي اكثر من محافظه لبنانيه نعطي فكرة للأمام عبر عدسة الزميل محمد الشيخ بدنا نشوف لوين واصل هيدا الطابور لتقدروا تحللوا المشهد معنا المشهد المباشر اللي عم ننقله لتقدروا تفهموا تدافع المواطنين إذا فينا نسميه هيك أو هجوم المواطنين خليني أجي لعندك عهدك الميلة يلا في مواطنة بدها تنقل صوتها روحوا على المحطات الثانية خلا تشوف الدولة وينية هالدولة اللي عندنا نحن اللي عم بيبيعوا بعدهم بالسعر القديم ومش ملتزمين بالتسعيرة الجديدة روحي شوفوا المحطات اللي عم بتبيع بالتسعيرة القديمة وين بالبقاع؟ لكن مرقت محطتين منزلين محطة 50,000 ومحطة 60,000 بس نعم شكرا لك يعطيك العافية في امتعاض من المواطنين حاول يعني عدم تسعير بعض المحطات يعني مادة المازوت والبنزين حسب جدول التسعيرة الجديدة لوزارة الطاقة واللي شهدت انخفاضا كبيرا طبعا في الأسعار عم نشوف خط السير اللي أمامنا لوين واصل تقريبا في خط سير كامل أمام المحطة عامل عجقة سير بطبيعة الحال يعني يبدو أنه هودي السيارات أصحابها السيارات سينتظرون طويلا اليوم حتى الوصول إلى ساحة المحطة منذكر أنه غالب المناطق اللبنانية تسكرت فيها المحطات وبالبقاع يعني قليلا ما وجدنا محطة يعني فاتحة أبوابها أمام المواطنين وإذا لقينا محطة منشوف هيدا الطابور حاليا عم بينحط حجر كانه كرمال يقدروا يطلعوا يعني كرمال ما يتسكر السير بشكل كامل امام كل الناس يعني عم بيصير في تنظيم كمان للسير امام المحطه لبنان كله طوابير اليوم واذا مش طوابير المحطات بتكون مسكره يعني المحطة اللي من الجانب الآخر من الطريق أمامنا محطة مسكرة فيها سوبر ماركت فاتح لكن المحطة كلها مسكرة وهذا المشهد شفناه بأكثر من منطقة بقاعية شكرا لجميع المشاهدين على حسن المتابعة من تعنيل في البقاع كان معكم عبدالله بعلبكي والزميل محمد الشيخ